يا مساء الخير، يا مساء العافية على القلوب الصافية. شلونكم؟ شخباركم حبايب قلبي؟ ان شاء الله كلكم بخير وانتم تتابعوني. طبعا بالرغم من انه حظر ومنع تجوال، بس اكيد نقدر نروح نتسوق من السوبر ماركت القريبة علينا. واليوم جايبة لكم معلومة، والمعلومة تقول بالرغم من انه اكو حظر تجوال، ولكن للأسف الكثير ما ملتزمين بهذا الشيء وده يتجولون بسياراتهم وعادي، ولكن انه اكو حظر تجوال. طيب انتو ليش ما تلتزمون بالقواعد اللي خلوها لنا على مود الموضوع ينتهي ونخلص من كورونا؟ الله يشيلها وياخذها ويخلصها، يخلصنا من عدها. اذا انتو جايين تتجاهلون الموضوع وتتجولون بشكل طبيعي، اكيد راح يبقى الوباء وما راح نستفاد من الحظر. طيب هو الحظر بس علي وعلى غيري؟ انتو ليش ما تقعدون بالبيت؟ هي 15 يوم، العفوية 3 ايام. طيب انتوا 3 ايام ما قدرتوا عليها، باكر اذا سووها عليكم 15 يوم شلون؟ ما اعرف. المهم يعني احنا نتمنى بلدنا يكون امن وما بي اي وباء، فرجاء رجاء لو تلتزمون بالحظر، لو اساسا خلي يشيلوا علينا حتى نرتاح. مثل ما شفتوا هنا يا الغوالي، انا رحت جبت تمن وجبت شنو، جبت هذا الكيك شفتوه، البيني والزبدة والسناك مال الأطفال يعني أم، وطبعا هاي قهوتي بن العميد بالهيل الوسط، أنا هاي شي أستعملها. ودائما البنات يقولون طلعين نوع القهوة اللي أنت تستعمليها، هذا النوع اللي أنا أستعمله. طبعا مو دائما ألقي الأصلي، هاي المنشأ مالها أردن، هي الأردنية الصحيحة. أيضا هاي عندكم عجينة الباف باستوري اللي أنا أسوي بيها حلوياتي، واللي كثير من البنات يردون يعرفون شلون شكلها. اكو عدة اشكال على فكرة، انا جبت نوعين، جبت ام الخمس قطع وجبت ام العشر قطع، يعني عندي وصفات مختلفة، فلكل وصفة اخلي لها يعني الكمية اللي انا احتاجها. وشفتوا ايضا جبت النوتيلا والقشطة، يعني مسواق بيت عادي كلنا نحتاجه بشكل يومي هاي الشغلات. اذا وقتات انه احنا نكون مخلصين، هاي الالبيني طبعا يحبوها جهال فاجيب لهم اياها بكل اشكالها، وسناكات هاي الحبشكلات لانه يقعدون يعني كل واحد كامش له تليفون له حاسبه، والحمد لله حاسبات بالبيت اكو، واللابتوبات موجوده، وال شو اسمه هذا التابلت موجود، ما عدا التليفونات يخلص واحد ويلزمون الثاني موتوني. بالدراسه لا على كيف يدرسون، واما بس بالصفلطه لا، لازمين التليفون، والثلاثه الاربعه يلا دينامون، هاي مشكله مو خوش خبر. وهنا أنا جبت هذا الطحين لأنه أنا أستعمله أغلب الحلويات، وطبعا للأسف من دا أمنتج شفت أنه الفيديو مو كله كامل، المسواق ماتي طالع، أنا عبالي دي يصور وطلع هو يعني قاطع تصوير. فالمهم ماكو مشكلة، أنا جبت بعد شنو الفينجر، وهنا الكنتاكي مال سادية دا سوي غدا خفيف، وأيضا جبت اسباكيتي. ودا تشوفون هنا أنا قليت المقرمشات وايضا البطاطا، وهنا انا سويت شويه سباكيتي لان هاي بوحدها ما تشبع الوحدة، لان جماعتي ما يحبون ياكلوها ساندويش يعني بالصمونه، يحبونها الشكل هنا كنقوها هي هالشكل وما ياكلون اصلا. فانا انا بديت اصب لهم كل واحد شويه سباكيتي وكم قطعه من البطاطا وكم قطعه من الكنتاكي المقرمشات. شو نسوي؟ والله حيرة يعني كأكل، حيرة ملينا يومية تمن ومرقة ولو تشريب لو ما أعرف إيش، يعني الله يساعدها للمعدة، والله الله يساعدها. على فكرة لازم تشربون مية هواية، وأيضا التزموا بالفواكه شوية لأنه هي بيها فيتامين سي. بالنسبة للبرتقال والليمون يعني خلوها من أولياتكم بالأكل، حتى لو تسويها عصير أنت للعائلة، شوية عصرين رارنج حتى لو وتسوين عصير يطلع كلش طيب، وأيضا غني بالفيتامين سي. هذا الطبق مالتنا مال اليوم. وهنا شنو؟ هنا عبوة طاقة، وين طاقة؟ بالكاونتر مالتي. شو تشوفون؟ شي فوق شي. فمريومة قررت أن تعدل وترتب لنا إياه، يعني فتخانة وحدة أقلها تترتب لنا، لأن نكون مستعجلين بعض الأحيان، فجيب المسواق كله يجي شي فوق شي. فمريومة هنا اليوم قررت شنو؟ تساعدني، فقالت ماما اني راح اصفي هاي الكاونتر، الباب مال الشاي اللي خانين بيها الشاي والكاكاو والنسكافيه، يعني هاي الحبشكلات اللي هي
أساسية بتعرفون بهالأوقات، لأنه قبل كانت باردة الدنيا والله كانت أساسية أكثر، هسه شو ما شاء الله التجهوا لي للموطة يومية، ماما تعي تجيب لنا موطة، وبعدها أصلا الصيف مالتنا ما إجا وجهالي مشلبي لي بالموطات. يلا شو نسوي؟ ما نقدر نزعلهم. انتو شانكم ويا الحظر؟ ايش سويتوا؟ شخباركم؟ شعلومكم؟ اكيد قاعدين وبس سوالف واكل، لان ماكو غيرها، كلنا هالشكل. فمريومة هنا انا شوفي هذا الشاي، هذاك اظرف ما شاي، ما ادري يمكن اني ما مسويته وياكم. هذا زهورات ونعناع، يعني فتشكيلة عن شن جايبتها وياي من تركيا، كلش حلو التصميم مالتها، وايضا مفيدة لنزلات البرد، يعني يعني الأجواء الباردة همينة ممتازة، وأيضا هي يعني مفيدة جدا أيضا، يعني للجسم تنظف من الداخل، يعني إذا واحد يستمر عليها، يعني هي مو بس مي حار وشوية شو اسمه شوية أعشاب، ولكن هي مفيدة فعلا، إنه مفيدة للكبد، مفيدة للدورة الدموية، مفيدة للعظام للعضلات، يعني بها فوائد مثل ما تعرفون. مريم حسوي لنا شنو؟ قهوة في الشوكولا الساخن. فهنا عندنا خلت لنا الحليب، هذا كانوا جايبين لي اياه، يعني حليب بقر، بس انا غليته وخليته هالشكل بالسراحية، وراح تخلي شو اسمه قهوة الشوكولا الساخنة من ايد مريومة اليوم. فسوت لنا اياها بهالشكل هذا وطلعت كلش طيبة. انا يعني واحد اهم شيء ام البيت هالشكل، جهالها بناتها يساعدوها بالبيت، لان كنا تعبانين ما بينا حيل، فاحنا شريت اريد جهالنا يساعدونا. هي مو سالفة تعبانين ولا انا، يعني حتى الخطار اللي يجي يمي همينة اشغله عادي، هي واحد حتى كنا نقعد هالشكل، نقعد سويا نجتمع، اذا اني اروح للمطبخ واسوي كل الشغل مريومة تقعد شو اسوي. انا خلت لنا شوية شكر، ولو هي تلزم اخوها درسها، يعني لازم يكتب وندز الواجب مالته، وهي هم ايضا هم عندها واجبات لازم تكملها. يعني انا كنت خلصانة من التدريس الالكتروني، كان عندي دوام دائما اروح اودي جهالي، بس عديتوني شو اسوي لكم، سببتولي العدوى، واني هم انصابيت بمرض انه شنو دروس الكترونية، اني هذا الشيء ابد ما احبه، وكنت اقول الله يساعد العالم، الله يساعدكم شلون متحملين الدروس الالكترونية، بس شو نسوي مجبورين، ولو هم المعلمات ما يقصرون، يعني عندي مدرسة مريومة المعلمات مالتها والمعاونة والمديرة كلش ناس طيبين، يعني اللي شفته من خلال تعاملي واحتكاكي بيهم فتشي روعة. يعني ابني انا خلته بمدرسة اهلية، يعني ادفع له مبلغ عليها، ولكن مريومة لا، احنا ما ندفع لها اي اجور، مدرسة يعني عادية مو اهلية، ولكن المعاونة عندها فد اسلوب ويا الطالبات، وايضا المدرسات يساعدون البنات كلش هواية ويعتبروهم مثل بناتهم. يعني شفت فد موقف انه ام جايبة بنتها، تخبلت المعاونة كانت تقول لها وين امك، شلون انتي ترجعين، لا لازم هسه تخابرين امك. قالتها ما عندي تليفون، قالتها جيب الرقم يلا. قالت الوحدة من المدرسات تعالوا خابروا امها، خلي لو هي تجي تاخذها لو لازم احنا نوصلها. طبعا هاي ظاهرة ما موجودة هواية، مو بس هالشكل، يعني المعدة والفقير يجيبون الملابس يكووها ويغسلوها ويجون ينطوها، المديرة تجيب اكل يعني تشتري لهم وتنطي لهم، ما تشعرهم بأي شيء، وهذا الشيء نادر الوجود، والله ينطيهم الصحة والعافية، ومشكورين على الشيء اللي شفناه من عندهم بمساعدة الطلاب مالتهم، الله يعينهم إن شاء الله، وإن شاء الله دائما نشوف هاي ظاهرة بكل المدارس. ومريومة هنا راح تكمل وياكم. وهسه راح نصوب القهوة الشوكليتية اللي سويناها لمامي، شوفوا شلون يدلع مامي، انتم مين راح تدلعوا ماماتكم؟ مامي مامي تعالي، تتا عاشت ايديك مريوماتنا الحلوة. يلا
انتهم روحوا دلعوا مامياتكم. طيبة؟ كلش طيبة عشديدك. ياي نستم ايدك وايدك تخبل افيش. وهسه شو راح نسوي؟ راح نساعد مامي. عندنا هاي الكوبا شات بالثلاجة بالفريزر، هسه راح نسويها. شوف شلون ملتصقة هاي. هاي طبعا ماما البارحة سوتها. انا رجع حتى تفتح. هاي البارحة ماما سوتها وطبعا هسه انا جايدة اساعدها. يوم حطتها بالفريزر وجمدت، فهسه جيت اني واحطها بالكيس. الشهر بلشتي؟ تلقت لا سيجون البنات يتعلمون كوبا من عندك. يا تعالى سويهم كوبا شو اسمها؟ كوبا حلب. يا كوبا حلب، كوبا حامص شلغم. خليتيني على اسم اليوم. يلا عادي كلنا العراق. كوبا شنو؟ كوبا حامص شلغم. شلون قهوة مريم سوت لنا؟ يوم مريم وماما كل هالشكل قاعدة تساعدني. ولو يومية تساعدني، بس اليوم عدلت لنا الكاونتر. بدها تفرغ لنا الكبة، وأني طلعت شوية سمك على مود نسويه غدا. هذا السمك مالتنا، أني جمدته. هذا معشوق الجماهير. أني سويته تتبيلة وبعدين هالشكل أخليه شان الكبة، بس بعدين ورا ما يجمد أخليه بالكيس على مود أسوي طبخات. أعرف يعني كل سمكة انه صارت بكيس. بعدين من اريده هسه مثلا اليوم عاجبنا نتغدى سمك مقلي، فطلعت لي فد كيس على مود يذوب، وبعدين اطبخ شويه تمن واقلي سمك. توقعي من عندها الثلج هالشكل، سويت هذي بيها هالشكل واخليه للثلج. لا تبغين الثلج بيها ماما، هذيك هذيك طلعيها. لا 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 طمني، لا ترجعيها بالحايط هم تتفلش، انا متاكده. ايدي جمدت. روحي شربي شو اسمه القهوة مالتك هسه تدفين عشان ايدك مريومة. بعد هاي اطبخ لي انا. شفتيها؟ تدا شوفوا شدي لي الكيس. عاشت ايدي. يعني بس علاقة له. هسه خليني اعلمكم شلون تشدون الكيس. تجون بهاي الطريقة، حطوا هاي هيجي وهاي هيجي. طبعا اللي ما يعرف شلون يشد الكيس، هيك الكيس ينشد. تمام والله قناتنا تعليمية. خليها بكيس داخلة تعليمية. هاي ناس تتعلم من عندك؟ طبعا يتعلمون شلون يشدون الكيس. تعلمكم شلون يشدون العلاقة. عاشت بإيدك. عاش راح نسويها، يا اما راح نسوي تبسي باذنجان او نسويها كوبة حامص شلغم. البارحة انا كنت مسوية كوبة حامص شلغم، ف ماكلين حامص شلغم البارحة. احتمال نسويها تبسي مال باذنجان، واذا سويها تبسي باذنجان لازم نقليها. تعرفون تجديد، سوي تجديد. ايه نسويها قلي، لانه احنا اذا نسويها بالتبسي نقليها ما نسويها. شكرا مريومة.